السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سبب وفاة رجل الأعمال جيل عبد الحق الأكثر شهرة في اليمن، وسبب وفاته هو صراع طويل مع المرض وذلك في مستشفى هايل ديربغ الجامعي. وانتم من جيل عبد الحق بشر من حد رسوله من محافظة دعز وسط اليمن إلى طبقة العائلات التجارية السرية التي تسيطر على جزء حيوي من الاقتصاد اليمني بعد أن تنام نفوذها خلال حكم رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح بسبب العلاقة بين الطرفين، وسمح تحالف المتواري بين صالح وشارب تمديد استثمارات هذه العائلة إلى دول عدة في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا ومصر والسودان وليبيا وأثيوبيا والصومال ثم ماليزيا وبريطانيا، وتتركز أنشطتها بين الاتصالات النفط السياحية الإنشاءات والوكالات التجارية. شاعر عبد الحق بعيد عن عين الإعلام وقريب من صناع القرار السياسي في دول كثيرة، ويمتلك شير في الظاهر الحصة الأكبر في البنك اليمن الدولي وشركة اتصالات في اليمن والسودان وشركات نفطية في اليمن والقرن الأفريقي، إلى جانب فنادق سياحية وشركات مقاولات وإنشاءات هندسية، كما أنه وكيل لشركات عالمية منها مرسيدس بنز اليمن وكوكاكولا للمشروبات الغازية وفق تحقيق استقصائي سابق. ويملك شير واخي عبد الجليل عشرات من شركات داخليا وخارجيا عبر شركات الاوف شاور المرتبطه بشركات معلنه واخرى مخفيه تشكل الوجهات لكبار المتنفذين في اليمن، يسهل استخدامها للتحايل الضريبي ونقل اموال دون التعرض لاي مساله قانونيه. واستغل منشؤو هذه الشركات سهوله اخفاء البيانات عن مالكينها الحقيقيين في مناطق تعتمد اساسا على هذا النوع من التعامل المالي لرفض اقتصادها. وفاة رجل اعماله الاكثر شهرة في اليمن وسبب وفاته الصراع مع المرض.